فضيحة أخلاقية تهز السفارة القطرية في لندن. السفير القطري السابق في لندن فهد المشيري أدين رسميا بالتحرش ومحاولة إجبار موظفة أجنبية في سفارة بلاده بالمملكة المتحدة على ممارسة الجنس عنوة وابتزازها مرارا لتنظيم حفلات للجنس الجماعي. انحراف السفير القطري لم يتوقف عند هذا الحد، فبحسب صحيفة تايمز حينما رفضت الموظفة البريطانية الاستجابة له وجه اهتمامه لابنتها وطلب من الموظفة إقناع الابنة البالغة من العمر 19 عاما بممارسة الجنس معه. موظف قطري آخر هو علي الهاجري، كان يشغل منصب مستشار دبلوماسي في سفارة قطر بلندن، اقترح على الموظفة البريطانية تنظيم حفلات جنسية جماعية وحاول إقناعها بمرافقته في رحلة إلى كوبا لقضاء إجازة خاصة. الموظفة عملت في السفارة القطرية بلندن من 2006 حتى عام 2014 حين فصلها القطريون تعسفيا بعدما رفضت الاستجابة لانحرافات السفير فهد المشيري والمستشار الدبلوماسي علي الهاجري. القضاء البريطاني حكم لصالح الموظفة بتعويض يقدر بنحو نصف مليون دولار، وذكر في نص الحكم أن الموظفة كانت على وشك الانتحار بسبب الضغوط الجنسية والإهانات التي تلقتها من جانب القطريين الذين مارسوا ضدها حملة حاقدة وصلت إلى حد طردها من العمل. النظام القطري أصبح موضع شبهات بشكل دائم، بداية من دعمه للإرهاب وصولا لفضائح مسؤوليه الأخلاقية حول العالم.